احنا مستعدين اننا في اطار سياسة الوزارة والسلطات العليا وهي تشجيع الفلاحين على التوسعة. اذا شفنا هنا كعينة كمزرعة نقول نموذجية ان الفلاح عنده نوايا لتوسع، وخاصة انه اضافة الى القمح والشعير فيه منتوج تاع العنب وفيه كذلك منتوج تاع الرمان، هذا يعني شيء مشجع واعطى نتائج يعني جد وجد مشجعة، خاصة وان نفس الفلاح ينوي انه يخلق الصناعة التحويلية، اذا حب يدير مصنع لإنتاج الفواكه الجافة، هذا أمر مهم وإحنا ماذا بينا نشجعه ويكون هو قدوة ويكون مثل يقتدى به إن شاء الله. رب العالمين يوفقنا العمل الصالح، وبفضل ربي وفضل الرجال الزينين والقيام بإن شاء الله تصلح وترجع الزريعة القديمة كما كان. الموسم إن شاء الله اللي نتفائلوا خير إن شاء الله بالنجاح نتاعو مقارنة بالسنة السابقة. إن شاء الله احنا نتوقع إنتاج سنة أوفر إن شاء الله، ممكن إن شاء الله يكون في حدود 30 ألف قنطار.